دكتور محمد، ازي حضرتك؟ دكتور محمد ازاي حالك؟ عامل ايه؟ ان شاء الله تكون بخير. الحمد لله يا باشا بخير، الله يكرمك يا رب. الحمد لله، ان شاء الله دايما، ان شاء الله دايما باذن الله. ان شاء الله مشرفني يا باشا. نبدا لو بعد اذنكم. اتفضل يا باشا. النهارده موضوع يعني كان فيه نقص إلى حد ما عند كثير من الناس، مش عندنا بس، وفي معظم أنحاء العالم، وبدأت الناس تشتغل عليه وتشتغل عليه بكثافة في السنين الماضية، عشان يحطوا نظام محدد للأسسمنت للكاردياك بيشنت فور نون كاردياك سيرجري. وأعتقد في مستشفى زي بتاعتنا إحنا بنقابل القصة دي بصورة شبه يومية يعني. فالنهاردة إن شاء الله هنناقش الريسك أسيسمنت والنيد في كارديك ريفيرال والبريباريشن والميديكيشنز إلى حد ما، والمونيتورينج إلى حد ما، والمانجمنت برضو إلى حد ما، لأن الموضوع طويل ومتشعب. فإحنا يعني هناخد الخطوط العامة الآن، والتفاصيل كل واحد منهم محتاج لقعدة تانية نبقى نعودها إن شاء الله. الكاردياك ديزيزز أو الكاردياك ريسكس بتتلخص في الإسكيميك هارت ديزيز، الفالفولار ديزيز، الميوكارديال ديزيز، الإبيكارديال ديزيز، البريكارديام ديزيز، والتروما. يعني عندنا في الأحداث اللي بتصاحب هذه الأمراض زي الميوكارد انفاركشن والكونجستيف هارت وهارت فيلير والأريزمياز، مثل هذه الحاجات بتبقى شائعة في المرضى اللي بيبقوا بيخضعوا لجراحات نون كاردياك. و احصائيا لقوا ان المايوكارد انفاركشن بيحصل في نسبه قد تصل الى 1% من المرضى اللي عندهم هارت ديزيز في بعد اجرائهم لجراحات غير قلبية. معلش بقى، الناس عايزة تدخل. دكتور عبد الرحمن، ما تتولى انت القصة دي بالنيابة عني بعدين. ما انا دورت برضو يعني ان انا اديك البريفليج بتاعت انك تعمل الحاجات دي، ما لقيتش في القصه دي. المهم، ما دورت عليه ما لقيتوش. دورت عليه ما لقيتوش. يمكن واحنا بنعمل البتاع في الاول، المره الجايه ان شاء الله نكون جبناه باذن الله. طيب، زي ما لقوا ان في بعض الاحيان الميوكارديال انفاركشن بتبقى 1% من الحالات اللي عندهم كاردياك ديزيز في اللي بيعملوا لهم كاردياك سيرجري، وان المضاعفات اجمالا المضاعفات قد يصل الى 5%. 5% ده رقم كبير زي ما هنشوف دلوقتي. الريسكس بتاعت اللي بتحصل للعيانين الكاردياك في سبجكت نون كاردياك سيرجري بتبقى اسكيميا وانفاركشن واريزميا بالمونار اديما امبولايزيشن مالتيبل اورجان فيليرز وديس. والكلام ده كله بيتحسب في خلال 30 يوم بعد العمليه.
فلو حصل في نسبة 1% بيعتبروه مايلد، ودي حاجات إحصائية واشتغلوا عليها كتير ووصلوا الأرقام دي بعد شغل كتير. لو من 1-5% بيبقوا مودريت، وبيوصف ان الكومبليكيشن دي سيفير لو وصلت ل 5% من الحالات. طيب ايه مين ليه امتى ديت الواحد يعني لما بيقعد يفكر كده بسرعه بيسال الاسئله دي. ايه هو الكاردياك ريسك اسيسمنت فور ا كاردياك بيشنت سبجكتد تو نون كاردياك سيرجري؟ ده واحد من الموست سوفيكيتد ريسك اسيسمنت في الطب، ويعني لغايه دلوقتي الامور ما بقتش فيري ويل سيتلد، ولسه بيبحثوا فيها وشغالين عليها، واحنا يعني ايه بنتابعهم ان شاء الله. مين اللي يخضع للاسيسمنت؟ العيان اللي هيعمل الكتف سيرجري بيشنت امرجنسي، هنشوف وضعه بعد شويه. امتى؟ في مكانه في البري ادميشن كلينيك اللي احنا بنطالب ان يبقى موجود في كل حته، مش ان العيان يدخل ويجي لك العمليات وهو كاردياك واشتغل بقى يا عم. لا، لو العيان الكتف يبدا الاسيسمنت بتاعه في الكلينيك وليس في المستشفى. امتى؟ التوصيات كلها بتقول ان يبقى اسبوع الى اثنين قبل الجراحه. انما لو قصه ان يجي لك العيان اورتيك ستنوزس ولا ميترال ستنوزس ولا كورونري ارت ديزيز وانت تشوفه بره العمليات ويمكن حتى ما تشوفوش الا على ترابيزه العمليات، هذا نوع من، بلاش اقول كلمه بايخه، نقول ان يعني نوع من التهريج. طيب عندنا الاسه، كلنا عارفين الاسه وبنشتغل بيها كل يوم وحافظينها زي اسمنا. انما اسه 1 2 3 4 ايه الكلام ده كله ما بيمشيش مع الكاردياك ريسك اسيسمنت. ريدندنت يعني متهرئه، ترجمه كلمه ريدندنت هي انها متهرئه في الاسيسمنت بتاع الكاردياك بيشنت سبجكتد نون كاردياك سيرجري، شوف حاجه تانية غير الاسه. تاني حاجه الاكتيفيتي او البيشنت ديلي ورك اللي بيحصل مع العيان الكاردياك، ودي مهمة بالنسبة للعيانين الكاردياك جدا جدا جدا. ولذلك هنوريكم ثلاثة من الـ انديسز بيتعملوا في القصة دي. أول واحد اسمه دوك اكتيفيتي ستيتس اندكس، وهتلاقيها كتير ومقرية في حتت كتير، فانت لو قابلت دوك دي تعرف دوك ده عمل المقياس ده ازاي. عمل القصة دي، المريض يقدر يمشي اراوند بيته. طب بيته ده ممكن يكون قصر، والقصر ممكن يكون فدان معمول على كذا فدان، او بيته ممكن يكون شقة 30 متر او 40 متر. المهم هو دوك ملوش دعوة، ويكمل على هذا المنوال. قال ان العينين اللي يقدروا يعملوا الحاجات دي بيبقى عندهم بور مت. ايه مت؟ حد عارف مت يعني ايه يا شباب؟ ولا نقول الميت ده هو الميتابوليك اكويفالنت. الميتابوليك اكويفالنت اللي هو بيحصل فيه اوكسجين كونسومشن 3.5 ملي لتر بير كي جي بير مينيت، وبيبقى تقريبا ات ريست. بالمناسبه العيانين اندر انستيزيا بيحصل لهم اوكسجين كونسومشن 3.6 زائد او ناقص 4 من 10 اندر انستيزيا، يعني مش اعلى من المده كتير. فالعيان اللي يقدر يضاعف يعمل مجهود ويقدر يضاعف الاكسجين كونسومشن ده 4 مرات يبقى ده بنسميه 4 مت. اقل من 4 مرات بيبقى
بور انديكيتور من 4 لـ7 مرات، وهو ده جايب هنا الكرايتيريا ومش هنقعد نناقش فيها او مش هنقعد نتكلم عليها، هقول لكم ليه دلوقتي. يبقى ده انترميديت، واكتر من 7 يبقى بور على حسب دوك والمقياس بتاعه. كل واحد من دول عامل على النت، عامل له كالكوليتر، والكالكوليتر حاطته لكم وجايب لكم الويب سايت بتاعه. انت من غير ما تتعب نفسك ولا تقعد تدور ولا تسأل، انت فتح النت يا عم، انت بتقدر تعتني بنفسك. لا يا عم، انت بتقدر تمشي جوه البيت ولا برا، يا عم انت بتعمل كذا 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 كذا، يطلع لك الكالكوليتر. الكالكوليتر بتاع الدوك اعلى حاجة فيه 89، واقل حاجة 72. وده كالكوليتر كويس ودقيق وممكن نعتمد عليه، ولكن فيه داتا كتير قوي، يعني بتاخد وقت لغاية ما تعمله. ده هو ده، بس ده المينيمم وده الماكسيمم. طيب تاني كالكوليتر نيويورك هارت اسوسيشن كالكوليتر. نيويورك كالكوليتر او اندكس مقسمينه لكلاسز. اول كلاس ان بيقول ان الكارديك ديزيز عند العيان، ولكن ما بيعملش ليميتنج الفيزيكال اكتيفيتي. طيب ماشي، وده بنسميه كلاس A. تاني حاجة الكارديك ديزيز بيعمل سم ليميتيشن او سم انكمفورتابلتي، العين ما بقاش مرتاح وهو بيعمل الاوردينري اكتيفيتي بتاعته، والانكمفورتابلتي ديت زي الفتيج والبلبيتيشن الديزنيا والانجينال بين، وده بتبقى بي. تالت واحد بيعمل الكارديك ديزيز بيعمل ماركت ليميتيشن، ماركت ليميتيشن، والماركت ليميتيشن بيبقى بيخلي العين بيعمل ليس زي الاوردينري اكتيفيتي، بيبقى معاه بالبيتيشن ديزنيا وانجينال بين، وده سي. الرابع واحد الكارديك ديزيز بيخلي العين ليميتد، ما بيقدرش يعمل الفيزيكال اكتيفيتي ولا يعتني بنفسه ولا، وده بيبقى دي. طيب ليه كالكوليتر؟ للاسف ملوش كالكوليتر، وده سهل وسيمبل وظريف، مجرد ما تسال عيان هيديك اجابه، ودي من عيوب اللي ما خلتش النهايه دي تنتشر قوي، لان هو بيعتمد على العيان اعتماد كلي. الكنديين ما سابوش القصه، دخلوا فيها واخدين النصيب الاعظم في الحكايه دي دلوقتي، وهم المقياس الاكثر انتشارا للفيتنس او الفيزيكال اكتيفيتي بتاعه المريض، وعاملينه جريدز. اول جريد بيقول الاوردينري فيزيكال اكتيفيتي از نوت كوزينج ان انجينا، يعني لو العيان ووكينج او كلايمبنج ستيرز او بيقدر يجري مسافه او فده بيخليه ما يحصلوش اي شيست بين ولا اي ليميتيشن الاكتيفيتي ولا. تاني حاجه ان العيان بيبقى يحصل له سلايت ليميتيشن لو العيان ووكينج او كلايمينج ستيرز افتر ميل او في الجو البارد او في الهواء او في الايموشن الاستريس والخ، او بيمشي 2 بلوك والبلوك ده حوالي 200 متر تقريبا، 200 ل 300 متر، او بيطلع السلالم لدور او دورين. ثالث واحد بيحصل ماركت ليميتيشن اوف اوردينري اكتيفيتي، وده بيحصل لو العيان ما يقدرش يمشي بلوك او 2 او ما يقدرش يطلع دور واحد او
يمشي بالنورمال ستيب بتاعه لاي مشوار. رابع واحد inability to carry physical activity without discomfort, وده اخر واحد. والانجينا بين بتحصل at rest, وده برضه الكالكوليتر وليه, وده الويب سايت بتاعه, وده اللي واخد النصيب الاعظم دلوقتي في حساب الفيزيكال اكتيفيتي. وشركات الطيران بتاخد الكنديان كارديوفاسكولار ده وبتعمله بتطبقه على المرضى وهم مسافرين. ف يعني لو طلع الدرجه الرابعه دي فبيأجلوا سفرهم او بيسافر معاه واحد في الطياره متخصص علشان يعتني بيه وهكذا. الدرجة الثالثة يبقى لازم فيه أكسجين في الطيارة ومتابع بالكرو بتاع الطيارة أو الموظفين. طيب دي الثلاثة اللي فاتوا دولت للفيزيكال أكتيفيتي. و يعني انت لو حبيت تاخد واحد اي واحد فيهم ما فيش في مشكله, انما انا بحبز الديوك ده على انه ليه ويب سايت وكالكوليتر وبنحط الحاجات ومعناها كتير بس بيطلع ادق. ده انا اللي بحبز القصه دي, انما الكنديان هو الاكثر شهره. كلنا عارفين الجولدمان ده, وهو الجولدمان ده اول ريسك فاكتور طلع في الدنيا, وكان عبارة عن ايتمز, وكل ايتم ليه بوينتس والبوينتس بتتحدد. وسهل وظريف وكنا كلنا حافظينه زي اسمنا, واللي يغلط فيه كأنه غلط في البخاري وبقت مشكلة جامدة. الوقت ده بقى هيستيريكال وما عادش حد بيسأل عنه, وانسوا الجولدمان القديم ده. طلع بعده كذا واحد تسكي والاخ الاخ, انما برضو ما كانوش الا تحدي يعني تحويرات للجولدمان, ولاقوا مصير الجولدمان وبقوا من قبل التذكار. يعني ما عدش حد بيشتغل بيهم دلوقتي لان فيهم نقاط ضعف واضحه جدا, و الدنيا كلها لقت حاجات تانية. ايه الحاجات التانية اللي لقوها؟ جبت لكم مقياس واحد وهو اللي ماشي في معظم الدنيا, وهو اللي بتتبعه الاوروبيين والامريكان في الوقت الحالي, واللي هو الريفايز كاردياك اندكس, واللي عامله واحد اسمه ليه, وليه ده متسمى باسم لي اندكس او ريفايزد كاردياك اندكس. السيد ليه ده اسمه ليه جولدمان, وانا بحثت كثير على انه هل هو يقرب لجولدمان اللي كان عامل المقياس الاولاني في الثمانينات ولا ما يقربلوش, ما عرفتش والله. إنما ليه ده هو طبيب قلب أمريكي وبيشتغل في جامعة كولومبيا, وبيشتغل كمان إلى جانب إنه طبيب قلب بيشتغل مدرس في علم الأوبئة في كلية اسمها ميليمان. فيعني عمل الإحصائيات وعمل الدراسات كتيرة جدا وطلع بالمقياس بتاعه ده. ما هو مقياس لي أو الريفايزد كاردياك إندكس أو لي إندكس؟ بيشمل نمرة واحد elevated risk of surgery, ويعني مقسم السيرجري ما هنشوف بعد شريحة أو اتنين ل low risk, intermediate risk, high risk. وبتشمل الانتربوترينيال, الثوراسيك, والسوبرا انجوينال, والفاسكولار ريسك. نمرة اثنين الهيستوري اسكيميك هارت ديزيز, هيستوري اوف مايوكارد انفاركشن, بوزيتيف اكسرسايز, كارنت شيست بين, يوز اوف نايتريت ثيرابي, اس جي معاها باثولوجيكال كيو ويف. كل الكلام ده جابه استاتستيكال وجابه من داتا كتير جدا. ثالث حاجه الهيستوري اوف كونجستيف هارت فيلير,
على العين جاله بالمنر إديمة هيستوري بس بايلاترال كريبيتيشن باروكسيزم النكتورنال ديسنيا وشيست اكس راي بيبقى فيه مشاكل في الفاسكولار ديستريبيوشن. تالت حاجة هيستوري اف سيريبرو فاسكولار ديزيز والعيان كان عنده تي اي اي او اي ستروك قبل كده. خامس حاجة البري اوبراتيف تريتمنت وبالانسولين وده وات ايفر الدوز يعني حاسبه من ضمن الريسك فاكتورز بتاعه اللي او الريفايزد كاردياك اندكس. اخر واحد البري اوبراتيف كرياتينين ولو زاد عن 2 ملي جرام بير ديسيلتر. ده الموست اكسبتد الموست يوزد واحنا مش هنعمل غيره. وليه على الويب ده السايت بتاع الكالكوليتر بتاعه وليه كالكوليتر تحط الداتا هو بيطلع لك القصة مظبوطة. ما بنعرفش نعمله احنا على ايدنا لان قائم على حاجات احصائية كتير ومتداخلة. فالافضل ان احنا نلجأ للويب فيه. ودورت برضو على كالكوليتر على الموبايل ما لقيتش لمستر لين انما اكيد مع الوقت هيطلع له واحد بعد شوية ان شاء الله. انت بس بتدخل على السايت ده و بتحط الداتا وهو بيطلع لك الريسك. الريسك احنا قلنا من واحد اقل من واحد مايل واحد لخمسة مودريت اكتر من خمسة سيفير. طيب هنتكلم عليه شوية لانه هو الاهم بالنسبة لنا وبيستخدم في الادلت بيشنت. البيدياتريك بيشنت لسه ما طلعش موديفيكيشن ليه للبيدياتريك والادلت بيشنت معاهم سيجنيفيكانت كارديوفاسكولار ديزيز يعني واحد معاه ميتال برولابس وما هو سيجنيفيكانت مثلا ما ينطبقش عليه القصه دي. اونجوينج الكتيف الليكتيف نان كاردياك سيجري الليكتيف لان احنا بناخد وقت في ان احنا نعمله وبناخد وقت ان احنا نطبق كمان. وممكن نستخدمه في الارجنت والسيمي ارجنت لو عندنا وقت يسمح في ان احنا نطبق اللي اندكس او الريفايزد كاردياك اندكس. الادفانس بتاعه ايزي تو يوز فيري ويل فاليديتد يعني الناس قيموه كويس وكان بي يوزد ان بيشنت ويز اوت بيشنت بري اوبراتيف اسسمنت ومعه كميه كويسه من الريسك فاكتورز. طبعا محدش سابه في حاله والديس ادفانتج قالوه كتير انه ما بيستخدمش في الامرجنسي سيرجري. طيب ايه اللي يستخدم؟ لسه ما فيش حاجه لغايه دلوقتي. زنوت ويل فاليديتد في سم بوبوليشن يعني اتعمل عليه دراسه في الصين وقالوا ان ده مش ماشي مع الصينيين خالص يعني شرحوه يعني قالوا له لا انت عامل ايه خليك في مع الامريكان بتوعك انما احنا عندنا القصه بتاعتك دي مش ماشيه معانا. واندر استيميت اوت كم في الفالفولار هارت ديزيز برضو لما جم جنبه دراسات ثانيه واحصائيات ثانيه في الفالفولار هارت قالوا ان في اندر استيميشن. وبرضو الستروك والميجر بليدينج والبرلونجد هوسبيتاليزيشن والاي سي يو ادميشن ما هياش فيري ويل اسيست. الحاجه المهمه انك مش مجرد ما عملت اللي تبقى خلاص انت في التمام وحسبت الريسك وممكن تدخل بالعين. لا ده احنا محكومين بجايد لاين فعندنا اثنين نوعين من الجايد لاينز اللي بيحكمونا في القصه دي. الامريكان هارت اسوسيشن 2014 وعندنا الاوروبيان جايد لاينز سنه 2020. قيمنا العيان وشفنا الريسك بتاعه ولقينا
الريسك بتاعه 1% 2% 5% 10% 6% هنعمل بها ايه؟ هندخل نقول نشوف الجايد لاينز دي هتمشينا لغايه فين. فالجايد لاينز بتقول اول حاجه هنعملها الهيستوري، والهيستوري هناخد هيستوري اوف سيريس كاردياك كونديشن زي الانستابل انجينا، الانستابل كورونري سيندروم، الانجينا، الريسنت مايكارد انفاركشن، دي كومبنسيتد هارت فيلير، سيجنيفيكانت اريزميا، سيفير فالفولار ديزيز. وبعد كده بنشوف الفانكشنال كاباسيتي والدايبيتس بليدز والرينال واذر فاكتورز زي ما هنشوف. بتقول لنا ان احنا العيان الكارديك ده لازم نعمل له اكزامينيشن ات مينيمم، الات مينيمم ده زايد عن الماكسيمم اللي احنا بنعمله بكتير. بنعمل اكزامينيشن للهارت ريت، للارتيريال بلاد بريشر في البوس ارمز، البريكارديال اسكالتيشن، اسكالتيشن لللنج، جاجولار فينوس بريشر والبلسيشن اللي موجوده فيها، بالبيتيشن للكاروتيد والفيمورال، الابدومينال بالبيتيشن، ابدومينال بالبيشن سوري، نشوف الاكستريمتيز وفيها قديمه ولا لا، بنشوف الريديال بلس والريزم، بنشوف بنعمل الينز تيست. والالينز تيست ده لان العيان ده ممكن نبقى نركب له ارتيريال كانولا، فلازم نشوف هل الريديال والالنر بيقدروا يسبلاي الهاند بسفيشنت كولاترال ولا لا. وهنبقى نعمله يعني اللي عايز يعرفه في اي يوم من الايام نعمله على اي واحد مننا في العمليات ان شاء الله، اللي مش عارفه يعني. بنشوف البريزنس اوف امبلانتد بيس ميكر، الاسسمنت اوف دنتيشن، الجو والاوبننج والسيرفايكال موبيليتي، البيشنت ويز نيورولوجيكال ديزيز، بنشوف بيبقى لو فيه نيورولوجيكال ديزيز كالعاده. وبنكرر تاني ان اللي يعمل اكزامينيشن للنيورولوجيكال ديزيز واحد نيورولوجي، ويبقى الكلام ده دوكيومنتد. والاكسنتف سيفير والنيورولوجيكال ديفيسيت بيبقى دوكيومنتد، وال يتعمل له فورمال اكزامينيشن وده يبقى دوكيومنتد برضه. الانفستيجيشن بعد ما ناخد هيستوري واكزامينيشن ندخل على الانفستيجيشن، والانفستيجيشنز عندنا هنا للاسف الشديد ان مع الانفستيجيشن المكثفه الا ان فيه برضو بعض الحالات الكارديوفاسكولار بتبقى مجد، ونقوم ان 5% من البيشنت يبقى عندهم اديشنال اندوكيومنتد باثولوجي لما بيعيدوا الانفستيجيشن او بيعملوا انفستيجيشن زياده. ولذلك مفيش مكان لان الواحد يبقى يتبسط وانا عملت كل الحاجات اللي في الدنيا واللي 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 مهما عملت، فان عندك 5% برضه ممكن يبقى مجد منك. الواحد لازم يبقى فاهم الانفستيجيشن دي، وخصوصا الكاردك انفستيجيشن زي ما احنا فهمنا الاي سي جي والايكو المرتين اللي فاتت، بالنسبه للبيزك برنسبل والسنسيتيفيتي والسبيسيفيتي. اعتقد ان معظمكم عارف السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي. السنسيتيفيتي اللي هي مدى قدره الاختبار على تشخيص الفرد المصاب بالمرض انه يبقى ايجابي يعني جود بوزيتيف. السبيسيفيتي العكس، السنسيتيفيتي بيبقى فيه نتائج سلبيه قليله خاطئه، والسبيسيفيتي بيبقى فيه نتائج ايجابيه قليله خاطئه في نفس الوقت. الريزلت بتاع الانفستيجيشن لازم تبقى كلها موجوده في البيشنت نوتس بيفور ادميشن قبل ما يدخل المستشفى. طيب انفستيجيشن تو جروبس، الحاجات الروتينيه كلنا عارفينها وما فيش داعي للتكرار، بس اللي احنا بننساه اللي هو الشيست راديوجراف، واي عيان كاردياك لازم يعمل شيست راديوجراف. الحاجات اللي سبيسيفيك الكارديك كاسترايزيشن زي الكورونا انجيوجرام، اورتوجرام، والفنتريكولوجرافي، والمانومتري.
اللي هي قياس الضغط الفنتركل يعني. الاكسرسايز اللي هي التريد ميل، ودي بتقيس لنا حاجتين، بتقيس لنا الاس جي وبتقيس لنا الفيزيكال فيتنس بتاع العيان. ترانسراسك ايكوكارديوجرافي ريسبيراتوري فانكشن تيست في بعض الاحيان لما تبقى انديكيتد ارتيريال بلود جاز، والكاروتيد التراسونوجرافي والانجيوجرافي، وخصوصا العيانين اللي عندهم نيورولوجيكال ليجن. كرياتينين كليرانس في بعض الاحيان خصوصا لما الكرياتينين عالي او العيان رينال فيلير او رينال امبيرمنت، والايفالويشن بتاع البيس ميكر والديفابيلوريتور لو العين مركب بيس ميكر او ديفابيلوريتور، وناخد بالكلام ده شريحتين او شريحة فيما بعد. بنعمل التستنج ده امتى؟ كان اي عيان كاردياك بنعمل له كل هذه الاختبارات، لان الجايد لاينز قللت عدد الاختبارات جدا في الاونة الاخيرة، فقصرت عدم الاختبارات يعني الامريكان جايد لاينز قصرت عدد الاختبارات على العيانين اللي هم اقل من 4 مت، او العيانين اللي ما مش معروف لهم فانكشنال كاباسيتي، زائد 3 او اكثر من الكلينيكال ريسك فاكتورز اللي احنا قلناهم من شويه. العيانين اللي سكيدول في فاسكولار سيرجري اللي يتعمل لهم الاختبارات دي وعندهم 1 أو 2 من الكلينيكال ريسك فاكتورز، والعيانين دول ممكن يدخلوا العمليات بشرط ان يبقى دكتور التخدير قادر على ان يعمل هارت ريت كنترول، والمستشفى اللي فيها المعدات والعقاقير والاجهزه اللازمه ان نعمل هارت ريت كنترول، ودي بتبقى كلاس 2A. هنعرف الكلاسز بعد شويه صغيرين. السكيدول فور انترميديت ريسك سيرجري، وده لو احنا نقدر ندخله في مستشفى برضو بتعمل نقدر نتحكم في الهارت ريت ديورينج سيرجري. ايه بقى الكلينيكال ريسك فاكتور اللي احنا قلنا 1 2 أو 3؟ ف بتقسمهم ثلاث مجموعات، ميجور مودريت ماينور. الميجور بتشمل هارت فيلير، سيفير فالف ديزيز، الانستابل انجينا، والسيفير اريزميا. المودريت بتبقى ستيبل انجينا، كومبنسيتد هارت ديزيز، دايابيتس ميليتس، رينال فيلير. الماينور بتبقى الهايبرتنشن، ان انفاركشن مور ذان 6 مانس، الستروك مور ذان 6 مانس، والانسنت اريزميا. دول الكلينيكال فاكتورز اللي احنا بنعتبرهم في العينين دول. لو العين امرجنسي مش هنبص لحاجه من دي خالص، هنروح العمليات على حسب الامريكان وعلى حسب الاوروبيان برضه. وبنعمل مش بنروح العمليات وبنسكت، لا ده احنا بنعمل انترا وبوست اوبراتيف اسيسمنت. العيان ده لو داخل ببليدنج او داخل في حادثة او ومفيش عندنا وقت، وبندخله وبنخدره، واحنا بنشتغل بنكلم بتاع الكارديولوجي وبنكلم بتاع الايكو لو نقدر نعمل له ايكو ترانس اوسوفاجيال او ترانس راسك ايكو، وهكذا يعني بنشتغل اثناء العمليات او بعد العمليات بنكمل تحاليلنا وبنكمل اشعتنا. انما الامرجنسي مفيش اسيسمنت بتعمل اثناء الاوبريشن. طيب الفانكشنال كاباسيتي اتكلمنا عليها، والريسك اوف سيرجري هي ديت اللي هتاخد الثلاث شرايح الجايه. عندنا اللو ريسك سيرجري حسب الاوروبيان والامريكان جايد لاينز، الاثنين بالظبط هم نفس الانواع باختلافات بسيطه جدا، ان الريسك فيها بيبقى اقل من 1%، وهي بتبقى حالات السكن، الدنتال،
الأوفزالميك الفاسكولر البسيطة اللي هي ستينتينج وما إلى ذلك اليورولوجيكال في الماينور سيرجر ترانسيورسال سيكشن أوف ذا بروستيت الأنكولوجيكال الحاجات دي كلها حتى السيرويد بنعتبرها لو ريسك أز ريجاردز دي بوست أوبراتيف كومبليكيشن. الانترميديت ريسك بيبقى من الريسك بيبقى من 1-5% زي ما اتفقنا في الأول خالص. الابدومينال كوليستيكتومي الهيت الهنج هيرنيا الريبير الفاسكولار اليورولوجيكال. وهسيب لكم المجموعه دي تبقى تعرفوها براحتكم عشان ما نضيعش وقت. الهاي ريسك اللي اكتر من 5% الفاسكولار سيرجري الثوراسيك سيرجري الابدومينال بعض انواع الابدومينال سيرجري وخصوصا اللي فيها برفوريتد باول البايل داكت سيرجري وهكذا. اليورولوجيكال زي التوتال سيستيكتومي والادرينال ريسكشن طبعا دي عمليات كبيره وعمليات صعبه والكومبليكيشن فيها بتبقى اكتر من 5%. طيب قبل ما نسيب انواع العمليات هي بعض الانواع اللو ريسك النوع الجراح بيغيرها الى انترميديت او هاي. فالقصه دي مش على اطلاقها وبالنسبه لنا احنا في مصر نوع الجراح وكفاءته والمانيبوليشن بتاعه للتشو وسرعته والحاجات دي كلها لازم يؤخذ في الاعتبار. هم مش كاتبين الكلام ده عندهم لان عندهم نظام بيخلوا احسن جراح هو اللي يعمل العمليات انما احنا عندنا والكلام ده بيني وبينكم يعني بنشوف الحاجات كتير ربنا يسترها علينا ان شاء الله. عرفنا الكلام ده كله طيب نطبقه ازاي هنا اهم شريحه في او شريحتين في المحاضره هم اللي جايين دول. الامريكان 5 ستيب الجوريزم بتشمل الاتي. ستيب 1 بنبص على العيان لقينا امرجنسي نروح الاو ار نعمل كلوز مونيتورنج كارديولوجيكال اوبينيون وبوست اوبراتيف اسيسمنت ما فيش فيها رأي تاني. حتى في الأوروبية نفس القصة برضو لو الحالة مش emergency وعندنا acute cardiac event manage بير guidelines يعني عندنا العيان جاي بأريزمية أو إسكيمية أو 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 heart failure بنعمل management condition على حسب ال الجايد لاينز وبنشوف لو العيان اتحسن او اتظبط بنوديه على الجراحه. لو ما فيش كاردياك ايفنت بروح للخطوه الثالثه واللي هو الماينور او اللو ريسك بروسيديورز. لو البروسيدور عندنا ماينور او لو ريسك بنروح العمليات وبنجري العمليه كما كان مخطط لها مفيش مشكله. لو العمليه لو العيان ما هوش ماينور او لو ريسك بس عنده اسيمتوماتيك از ريجاردز الكارديولوجي يعني مثلا عنده اسيمتوماتيك ميترال ستينوزس او اسيمتوماتيك اورتيك ستينوز والميت بتاعه اكتر من 4 ده بنروح العمليات وبنعمل له العمليه اكتر زي ما احنا عايزين. هو يعني مريض قلب اسيمتوماتيك والميت اكتر من 4 بنروح العمليات وبنعمل له العمليه زي كما هو مخطط لها. لو ما فيش عندنا فيتنس او الفيتنس اقل من 4 ده هنروح الشريحه الجايه الخطوه نمره 5 والاخيره اللي هي الاهم في القصه. ايه الخطوه نمره 5؟ لو العيان ما فيش عنده ريسك فاكتور وبنروح والميت بتاعه قليل او ما عندوش ميت طبعا ده عادي يعني ما فيش في كلام ولا مناقشه ان احنا هنروح العمليات ونعمل له عمليته. لو العيان عنده واحد او اثنين من الكاردياك ريسك فاكتورز اللي احنا قلناهم مايلد ومودريت وميجور فلو عندنا واحد او اثنين
وهيعمل انترميديت ريسك سيرجري، هنروح العمليات مع البريكوشنز. البريكوشنز ان احنا يبقى عندنا عمليات مؤهله لمثل هذه الحالات وللتدخل لو احتاجنا على حسب الحاله. لو العين ده هيعمل هاي ريسك سيرجري بنروح العمليات، وبس مش في السنتر اللي احنا فيه. لو احنا عندنا سكندري كير سنتر، لا بنروح للتيرشري كير سنتر. يعني العمل العيان مش معروف له الفيزيكال اكتيفيتي او هو اقل من 4 وعنده 1 أو 2 ريسك فاكتور ويعمل ميجور سيرجري او هاي ريسك سيرجري، لا يعملها في التيرشري كير سنتر. ودي اول ما ينبئنا عن ان العينين دول هيحصل لهم ريفيرال. طيب لو العيان ده عنده اكتر من 3 ريسك فاكتورز وهيعمل انترميديت سيرجري او فبرضه او لو ريسك سيرجري بنروح لنتعمل له العمليه دي في التيرشري كير سنتر. لو العيان عنده 3 ريسك فاكتورز والميت بتاعه اقل من 4، ده عيان موربيانت او خطير، وده بنقعد مع الجراح ونشوف الريسك فيرسس بينيفيت بتاع العمليه، وبنقعد مع الكارديولوجي ونشوف هنقدر نحدد القصه ديت والثلاثة ريسك فاكتورز دول هيبقوا اقل من الاول ولا لا. بنقعد مع بتاع العلاج الطبيعي ونشوف الفيتنس بتاعه هيتحسن ولا لا، ولو لقينا الريسكس اعلى من البنفيت بنلغي العمليه خالص. لو البنفيت مهمه بالنسبه للعيان فبتعمل في تيرشري كير سنتر. نعيد الكلام ده تاني، نعيد الفايف ستيبس دي تاني. معلش، فايف ستيبس بتبدا بالستيب الاولانيه، ان احنا لو في امرجنسي بنروح على الاو ار على طول وبنعمل اسيسمنت معاها. لو العيان عنده اكيد كاردك ايفنت مع الكارديولوجيست بنعالج، وعلى حسب نتيجه العلاج بنروح نعمل الجراحه بتاعتنا. لو العينين ما عندوش اكيوت كاردياك ايفنت بنعمل مونيتورنج، او عنده اسف بنشوف عنده لو ريسك بروسيدور او اكتر. لو لو ريسك بروسيديور بنروح العمليات. لو العيان ده اسيمتوماتيك والميت بتاعه اكتر من 4 بنروح العمليات. لو العيان ده اسيمتوماتيك او سيمتوماتيك وما فيش فيتنس او الفيتنس اوف انون بنروح للخطوه الخامسه. والخطوه الخامسه بنشوف العيان ده لو ما عندوش ريسك فاكتورز بنروح العمليات. لو العيان ده عنده 1 إلى 2 ريسك فاكتورز وهيعمل عملية انترميديت بنروح العمليات ومع البريكوشنز. لو العيان ده عنده هاي ريسك سيرجري بنوديه تيرشري كير سنتر. لو العيان ده عنده أكثر من 3 ريسك فاكتورز وهو الميت بتاعه أقل من 4 أو الميت بتاعه أنون ويعمل عملية انترميديت بنتعمل في التيرشري كير سنتر. لو العيان ده عنده أكتر من 3 ريسك فاكتورز والميت بتاعه أقل من 4 أو أنون ويعمل هاي ريسك سيرجري بنناقش مع الجراح الريسك فيرسس بنفيت، وبنشوف الكونديشنز أخبارها إيه ونحسنها، ولو اتحسنت بتعمل عمليته في التيرشري كير سنترز. الدكتور محمد انديل كنت بتناقش معاه هل نقول الايروبيان جايد لاينز، قال اي نقولهم، فهنقول شرحتين على الايروبيان جايد لاينز، لان فيه دكاتره كتير بيسافروا اوروبا او بيروحوا المعادله الاوروبيه او المعادله الانجليزيه اللي هم ماشيين على القصه. المعادله الاوروبيه بتقول لو امرجنسي او ارجنت بنروح نحاول لو فيه وقت نسمح نعمل له كاردياك تيست فيزابل من غير ديلي نعملها، وده فرق بينهم وبين الامريكان. و
whatever test result بنعمل العمليه بتاعتنا على طول. لو في العيان الحاله بتاعت المريض دي تايم سينستيف، يعني ايه تايم سينستيف؟ يعني ممكن تتعامل خلال 5 ساعات 10 ساعات 12 ساعة وهكذا. فبنشرك معانا دكتور القلب والدكتور الجراح وبنعمل دس مالتي ديسبلينري تيم وبنشوف النتيجة وعلى حسبها نقرر احنا هنعمل ايه. لو الحالة الليكتف تماما بنعمل اكوريت هيستوري واكوريت اكزامينيشن وبنوقف التدخين واوبتمايز الميديكال كونديشن، ودي مكتوبه بالكلاسس بتاعتها هي. وبنشوف لو العيان اكتر من 65 سنه، اقل من 65 سنه او اكتر من 65 سنه او اكتر من 65 ومعها ريسك فاكتورز كما هو سياتي في الشريحه الجايه. اقل من 65 من غير ريسك فاكتورز في 3 حاجات: لو العين هيعمل لو ريسك سيرجري او الانترميديت ريسك سيرجري او الهاي ريسك سيرجري بيعملهم وما فيش مشكلة، إلا إن مع الهاي ريسك سيرجري بنحط اعتبار إن احنا نعمل اس جي والباي ماركرز وديت على الكلاس 2A. طيب لو العيان 65 سنة ومعاه كارديوفاسكولار ريسك فاكتورز، لو لو ريسك سيرجري ما فيش حاجه محتاجينها، لو انترميديت ريسك سيرجري محتاجين نعمل اي سي جي باي ماركرز او وي فانكشنال كاباسيتي. لو العين هاي ريسك سيرجري نعمل اي سي جي باي ماركرز والفانكشنال كاباسيتي برضو نفس القصه. لو العين عنده استابليش كارديوفاسكولار ديزيز وهيعمل له ريسك سيرجري برضو ما فيش حاجه محتاجينها، و الانترميديت ريسك سيرجري بنعمل الاي سي جي والباي ماركرز والفانكشنال كاباسيتي، والهاي ريسك سيرجري بنعمل الاي سي جي باي ماركرز والفانكشنال كاباسيتي والكارديولوجي كونسلتيشن. وهنا اول مره يجيبوا سيره الكارديولوجي كونسلتيشن الاوروبيين، عندهم جرأه شويه اكتر من الامريكيين. قاعدين نقول كلاس 1 وكلاس 2 وكلاس وليفل A وليفل B. الكلاس 1 بيبقى البنفيت اكتر من الريسك بكتير. كلاس دي في الريكومنديشن بتاعت الجايد لاين. كلاس 1A البنفيت بيبقى اكتر من الريسك بس، كلاس 1B البنفيتس يعني اكتر من الريسك قليلا، وكلاس 3 لا اما مفيش بنفيت خالص لا اما يبقى فيه هارم. الليفل بيبقى A B C على حسب حجم الدراسات اللي معمولة. فA لو المعمول على حجم دراسات كبير، لو B بيبقى لو يبقى الكلاس ده طالع على حجم دراسات قليل أو just randomized control test. C بيبقى يا إما expert opinion يعني رأي شخصي أو كيس ريبورت أو كيس سيريز. طبعا هنا القوة ماشية في هذا الاتجاه وهنا القوة ماشية في هذا الاتجاه. لو طلعت الرسالة يا جماعة بتاعت الوقت قولوا لي بعد إذنكم يعني. 7 دقايق. طيب ماشي، انا هنضطر ناخد وقت جديد من هنضطر ناخد وقت من البتاع التاني. هعمل لينك تاني ان شاء الله، ناخد 5 دقايق او 10 دقايق. البروسيتو سيرجري البيشنت اندر جوينج لو ريسك سيرجري زي ما احنا شو قلنا، وبنروح العمليات على طول ما فيش مشكلة، ودي كلاس 1 يعني ما فيش اختلاف عليها. البيشنت اللي معاه بور ميد والنون فانكشن كاباسيتي ونو كلينيكال ريسك بروسيد برضو تو سيرجري
ودي كلاس 1 زي ما قلنا. طيب لو العيان عنده كورونري هارت ديزيز اكوردنج تو الجايدلاينز نعمل ايه؟ ستيب واحد نعمل له اي سي جي ونشوف السيمتومز ونشوف الهيموجلوبين. السيمتومز الاي سي جي السيمتومز زي ما كلنا عارفينها الاي سي جي تشينجز او التيبكال سيستمين لو موجوده وفيه انيميا لازم انيميا هنا اقل من 8 لان هم قايلين اقل من 8 لازم نعمل immediate transfusion قبل ما نروح للنون كاردياك سيرجري. طيب لو ما فيش انيميا والعيان عنده شيست بين او اس جي ساينز بنمشي على العلاج بتاع الاسكيميا زي الاسبرين والاكسجين والستاتين والمونوتورين. تاني ستيب ايكو، والايكو لو كويس بنشوف اذر كاردياك كوزس للسيمتوم اللي موجوده عندنا. لو الايكو فيه ساينز اوف اسكيميا بنعالج على طول بالاسكيميا بالطريقه اللي احنا عارفينها الاكسجين الاسبرين الستاتين والكلام ده. بنحط في الاعتبار برضو ان العيان ده ممكن يروح اسطره القلب لو السيمتومز بتاعه سيفير. الاذر كاردياك كوزس للشيست بين زي تاكيكارديا والاكيوت هارت فيلير والاورتيك استينوزس ده لازم يتعالجهم قبل ما نعمل الالكتف سيرجري بتاع الكاردياك بيشنت. الستيب 3 بندور على النون كاردياك كوز، حتى لو في كاردياك كوز برضو ندور على النون كاردياك كوز لان بتبقى اسوشيتد وبتسوء البروجنوزز. النون كاردياك كوز زي البلمونر امبليزم الاستروك دي كلها ممكن بتسوء البروجنوزز وبنعالجها قبل ما ندخل للعمليات. ستيب 4 لو في هاي بوتنشال لسه بنعالج السبب او بنشك في ان في انفاركشن ما تشخصش بالحاجات اللي قبلنا ده كلها وبنعالجها. ده بالنسبه للكورونري ارتري ديزيز. بالنسبه للبيتا بلوكر البيتا بلوكر بتبقى العينين اللي ماشيين على بيتا بلوكر بيبقى عندهم الاريزميا بتقل في العمليات وبيبقى للاسف الشديد ان الادفيرس ايفنتس زي الديس والستروك والاكيوت كيدني انجري ما بتقلش. وده دراسات جديده وطلع ومشغلين عليها دلوقتي يعني على وشك ان هم يغيروا رايهم بالنسبه لبيتا بلوكر في الانترا اوبرتيف. انما قالوا لو العين على كورونك سيروي استمر على البيتا بلوكر دي قولا واحدا ما فيش فيه اختلاف. لو العيان هيبدا بيتا بلوكر قبل العمليات مباشره فكر مرتين. It is not recommended ان العيان يبدا بيتا بلوكر لان لقوا العيانين اللي بيبداوا بيتا بلوكر قبل العمليات مباشره او باسبوع بيحصل معاهم مشاكل اكتر زي الستروك والديس والاكيوت كيدني انجري. كمان بيحصل معاهم سيجنيفيكانت هاي بوتنشن وبرادي كارديا. وفيه واحد عامل دراسه قلبت الدنيا في اللانست ان الميتبرولول يبقى العينين اللي بياخدوا ميتبرولول بيبقى معاهم مورتاليتي اعلى من العينين اللي ما بياخدوش حاجه خالص. الدراسه دي عامله قلق من سنه 2008 لغايه دلوقتي وبدأين يشتغلوا على الميتبرولول وكل شويه واحد بيطلع دراسه بتأيدها وشكلهم هيغيروا رايهم في البيتا بلوكر قريب. طيب الهارت فيلير
هارت فيلير ده واحد من ضمن الحاجات الابسوليوت كونترا انديكيشن اوف انستيزيا كونجستيف هارت فيلير، وديت مقوله اتعلمناها ولسه ماشيه لغايه دلوقتي. المورتاليتي في حالات الهارت فيلير اللي 100% ودي بنبقى عارفينها بسهوله خالص لو في جاجولر فينوس ستنشن ويرالز وي. انما لو في فقط ليفت فنتريكولار اجكشن فراكشن اقل من 29 الكومبليكيشن بتاع فيها بتبقى اكتر من الاكثر من 29. ولذلك لو جالك العيان اقل من 30 حاول تصلحه، حاول تخلي بتاع الكارديولوجي يصلحه بحيث يزيد عن 30. الريسك اوف اسيمتوماتيك ليفت فنتريكولار فيلير والهارت فيلير قلنا الكوزيجيست هارت فيلير بيبقى خطير، والمورتاليتي ممكن توصل من 50% ل 100% وده رقم مخيف. قلنا عن الاجكشن فراكشن تحت 29 بيبقى خطير، وفوق 29 الامور بتتحسن تحسن ملحوظ. وقلنا الاسيمتوماتيك ليفت فنتريكولار ديس فانكشن الاوت كام لسه مش معروف لغايه دلوقتي. وقلنا ان الناتريتيك بيبتايدز الرول بتاعها بيزيد في الدياجنوزيس والمانجمنت بتاع الهارت فيلير. طيب تاني قصة في الجايد لاينز ما يتعلق بالكارديوميوبسي. النون اسكيميك كارديوميوبسي المعلومات عنها بالنسبه للبروجنوزس والاسسمنت مش معروفه قوي، انما المطلوب زي ما نشر في سنه 23 في المجله دي ان اندرستاندينج الباثوفيزيولوجي والاسسمنت والمانجمنت. الريستريكتيف كارديوميوباسي ديت بتاعه شغل تيم زي ما احنا قلنا وشغل تيرشري كير، وساعه ما يجي لك ريستريكتيف كارديوميوباسي ما تدخلش فيها بصدرك وتقول ان البطل والقصة هتبقى صعبه. يعني في دراجز ممكن تساعدنا في حالات الريستريكتيف كارديوميوباسي زي الايتوميديت ديكساميديتومدين والميدازولام والابيديورال انستيزيا في بعض الاحيان، انما القصة عايزة ميتيكولوس مانجمنت، والأحسن أن تبقى في تيرشري كير سنتر. طيب الهايبرتروفيك أوبستراكتيف كارديوميوبسي، الهايبرتروفيك أوبستراكتيف كارديوميوبسي يعني كل الحاجات دي كل واحد من كل نوع من الانواع دي ممكن نقعد فيها ميتنج لوحده، انما انا بنقول على الجايد لاينز اللي بتمشيها بسرعه. ف مفيش جايد لاينز خاصه بالهايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديوميوبسي، انما في ابحاث والابحاث دي بتقول ان احنا نقلل السيستميك فاسكولار ريزيستنس الى حد ما، او انما لو قلناها قوي ممكن الديناميك اوبستراكشن ده يعمل مشكله. بنقلل الفوليوم لوس، وده يعني العيان اللي بيفقده من الدم بنعوضه سنتي سنتي، ما بنستناش وبنأجل نقل الدم لوقت لاحق وبنعوض بكريستالويد، والعين يدخل في شفت من ناحيه وشفت من ناحيه، العينين دول ما بيستحملوش. الريدكشن اوف بيري لود والفيلينج ده ممنوع منعا باتا، لازم البيري لود يبقى ثابت طول الوقت. الانتروبس مش مستحبه في الهايبرتروفيك كارديوميوبسي ابدا، زي ما هي مستحبه في النوع السابق الدايليتد او الريستريكتيف كارديوميوبسي. الانتروب بتزود الطينه بله في حالات الهايبرتروفيك
كارديو ويوسي ده بالعكس. يعني احنا لو احنا عندنا دراج زي الهالوسين مثلا ليه نيجاتيف انتروبيك افكت بيبقى افضل في حالات الهايبرتروفيك كارديو ميوبسي. الدراسات اللي اتعملت حجمها صغير وليميتد ومعموله في سنتر واحد ويعني ما نقدرش ناخد بها كتعميم. من اشهر الدراسات واحد معمول في المجزيلو فيشل منشور في المجزيلو فيشل سيرجري وده عن دراج جديد خالص اسمه ريمي موزلام واحد هو الميدوزلام زي الميدوزلام بس فيري رابيد اكتنج وافكتيف وبداوا يشتغلوا عليه في الحالات ديت وجاب نتيجه معاهم كويسه في البحث بتاعهم وربنا يسهل وينزل لنا دراج جديد يساعدنا في الحالات التعبانه دي. البري بارتم كارديوميوباسي ودي من الحاجات الخطيره اللي ممكن تواجهنا في اي وقت والمريضه بتبقى حامل وجي لها هارت فيلير كارديوميوباسي والبروجنوز بتاعها بيبقى سيء الى حد كبير. رير والدراسات اللي عليها مش كتير ولو احنا اضطرينا نعمل سيزيرين سيكشن بنعمل اوبتمايزيشن للفلويد ادمنستريشن بنعمل افويد المايكارديال ديبريشن منتين الانتر اوبراتيف هيموداينامك بقدر الامكان. ممكن نلجا للولاده المبكره وممكن نحتاج للكاردولوجي يعمل لنا اورتك بالون بام او اكسترا كوربوريال او كونتينوس فلو ليفت فنتريكولار اسيسمنت ديفايس اللي هي الديفايسز الجديده اللي بتحط في الاورطه او في الليفت فنتريكل وبتعمل بامبنج بتساعد الهارت او العينين دول ممكن لو نفدوا من القصه ديت من الولاده والديس ممكن يتعمل لهم كاردييك امبلانتيشن. الفالفرال هارت ديزيز وديت لازم كلنا نبقى كلينيكالي سسبكتنج الفالفرال هارت ديزيز. المودريت ديجري اوف فالفرال سينوز او ريجركتيشن ولا حاجه نخش العمليات ما تقلقش مش ظاهر. حاضر ظاهر يا دكتور عبد الرحمن. تمام قلنا الفالفولار هارت ديزيز بيبقى لو هو كلينيكلي سسبكتد وعندنا مايلد او ايفن مودريت ديجري اوف ستينوز او ريجرجيتيشن ممكن بنروح العمليات عادي لو الديجري ديت مش معاها كاردياك ريسك تانية. ممكن نعمل ايكو كارديوغرافي عشان يساعدنا في التشخيص ولو ما معناش ايكو كارديوغرافي سنة قبل تاريخه يعني. او لو حصل للعيان significant change في الفيزيكال اكتيفيتي بتاعته او في الكلينيكال بيكشر بتاعته نلجا للايكوكارديوجراف. احنا الحمد لله بنلجا للايكوكارديوجراف في حالات يعني اقل من دي كتير فانا مش شايف ان يعني هم عاملين ريستريكشن على الايكوكارديوجراف ليه هم احرار في بلدهم انما احنا بنحب يبقى عندنا الصوره واضحه وبحب ان يبقى عندنا ايكوكارديوجراف في معظم الحالات. العيانين اللي عند واحد من الريكومنديشن المهمه جدا 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 العيانين اللي عندهم ماركت فالفر استينوز او ريجرجيتيشن وعندهم انديكيشن للانترفينشن الانترفينشن يتعمل الاول. يعني لو العيان عنده سيفير استينوزس وفولفيل الكريتيريا بتاع البالون فالفوتومي
يعمل بالون فالفوتومي قبل الليكتيف نون كاردياك سيرجري. دي من الحاجات الجديده واللي مشتركه ما بين الامريكان والاوروبيين. وكذلك لو العيان فولفيل الانديكيشن بتاع الفالف ريبير يعمل الفالف ريبير الاول قبل العمليه الاصليه. قلنا لو هو مايلد خش العمليات ما تقلقش، لو هو سيفير وفولفيل الانديكيشن بتاع الريبير يعمل الريبير الاول، ودي كلاس 1 يعني نسال لو احنا ما اتبعناهاش. سوري، العينين اللي عندهم سيفير اورتك ميترال ريجيرج واسيماتيك اورتك ريجرجيتيشن وايفن مع الليفت فنتريكولار اجكشن فراكشن مع وجود، لان العينين دول لو العينه هو اسيمتوماتيك وكل كل حاجة، إنما الميترال ريجيرج أو الأورتك ريجيرج أو الأورتك سينوزيس كويس ونيمناه وكان الأمور أثناء العمليات زي الفل وكل تمام، إنما بيبقى بيزيد الريسكس فيه في البوست أوبرتيف بيريود. ده بالنسبة للأورتك وبالنسبة للميترال سينوزيس. ولذلك هم وصوا بإن العيانين دول لو يقدروا، لو هم يعني حالتهم مكتملة والإنديكيشن بتاعتهم تسمح بأن يتعمل لهم فالفولار ريبير قبل الليكتيف من كاردياك سيرجري يبقى أحسن. بالنسبة للأريزميا، لو أريزميا أسيمتوماتيك فنتريكولار أريزميا حتى لو كابلز ونون سستيند ما معاش ريسك في الكومبليكيشن، ودي مش جايد لاين، لا ديت دراسه اخذ دراسه معموله على القيدية سنه 98 يعني متاخره قوي، انما ما حدش عارضها وما حدش قال لها انت مش مظبوطه، ولذلك يعني برغم انها ما وصلتش انها تبقى جايد لاينز بس معترف بيها. انما انا ليه اعتراض على كلمه الكوبلتس لو العيان بيجي له اثنين اكسترا ستول ورا بعض او اتنين ابنورمال بلس ورا بعض؟ لا ديت لازم الواحد يحطها في الاعتبار بشده. بالنسبه للاي اف اتريال فيبريليشن، ف بناخد البي اورفيتيف هيستوري والكلينيكال، وكان في ستيبل والكلينيكال ستيبل، ف ما بحتاجش لأي موديفيكيشن للميديكال تريتمنت، وندخله بالميديكال تريتمنت اللي هو ماشي عليه للعمليات، وما بحتاجش برضه للسبيشال ايفالويشن بروفايدد ان هو كان ستيبل طول الفتره دي. انما اللي بنحتاج نظبطها مع الجراح هي الانتي كوجلانت بالطريقه اللي احنا عارفينها. واخد دراسه عملت على الاي اف في الحالات الالكتف سيرجري كانت سنه 92 وما هوش جايد لاين للاسف الشديد، مع ان المفروض الاف ده يبقى عليه جايد لاينز محترمه. يعني بالنسبه للكوندكشن بروبلمز الايفي بلوك، لو حتى احنا متوقعينه او في انكريز ريسك بالنسبه له زي السكند ديجري هارت بلوك طيب او السير ديجري هارت بلوك او حتى الفيرست ديجري هارت بلوك معها عوامل تانية، فده لازم العيان يتعامل في حته فيها ترانس فينوس بيسنج، ودي برضو مش جايد لاين انما هي دراسه كبيره معموله في السيركوليشن ريفيو ارتكل سنه 2002 والدنيا ماشيه عليها، فالناس كانوا بيستعجبوا ان انا بطلب ال temporary basing يبقى جاهز، انما ده قد ينجينا من المهالك في مثل هذه الحالات. برضو دي من ضمن الحاجات اللي الواحد لازم يطلب فيها referral للكارديولوجيست. الكارديوفاسكر implanted devices، ودي كترهم وكترة اشكالهم وكترة المودز بتاعتهم وكترة التكنولوجي بتاعهم، وكنا زمان
نجيب مغناطيس نحطه على البيس ميكر يشتغل فيكسد ريت وخلاص والامور ماشيه كويس وزي الفل. دلوقتي لا، لازم نفهم الدواعي اللي خلت المريض يحط الجهاز ده، ولازم نفهم الجهاز ده بيشتغل ازاي وبيشتغل ايه التكنولوجيا بتاعته وايه امكانياته، والجهاز ده سليم ولا مش سليم، والبطارية بتاعته اخبارها ايه، ونسأل عن امكانية التداخل الالكترومغنيتيك فيل مع الجهاز ده. كل الكلام ده ما ينفعش انا الواحد اعمله انما عايز مالتي ديسبلينري تيم، انا ستاتستيك كارديولوجيست، الجراح، التكنيشن بتاع الجهاز ده، ودي كلاس 1 يعني محدش يحيد عنها. اللي عملوا اكبر دراسه معموله عن على القصه دي لغايه دلوقتي معموله في كوريا، والكوريين بداوا يدخلوا في الدراسات الكبيره والريفيو ارتكل ومنشوره في ابريل سنه 24، وقالوا ان لازم العينين دول يبقى موجود التكنيشن موجود في خط العمليات، والجراح يبقى عارف القصة، عارف المونوبولر والبايبولر يشتغلهم ازاي، يشتغلهم وقت قد ايه، يشتغل كوأجوليشن ولا كاتنج، يتحط الارض فين، يتحط كل الكلام ده كله لازم يبقى معروف بصورة جيدة قبل العمليات بالنسبة لهذا النوع من المرضى. وصلنا للآخر إلى حد كبير، فالبالمونري فاسكولار ديزيز، ويعني أي إيه البالمونري فاسكولار هايبرتينشن. فلو العيان ده هو كرونيك وماشي على تارجت سيرابي يستمر تارجت سيرابي لغاية يوم العملية ما يتوقفش. دي كلاس 1 برضو. كمان ان لازم يبقى شاركنا بالمونري هايبرتنشن سبيشاليست، ودي سبيشاليتي جديدة، واعتقد ان عندنا في المستشفى الوقت الدكتور محمد خفاجي يعني مرقر لسه هو بالمونري هايبرتنشن سبيشاليست، فممكن يشاركنا في القصة دي في حالات البالمونري هايبرتنشن، وخصوصا العيانين اللي معاهم بري اوبراتيف ريسك، ودي كلاس 2، ودي منشوره سنه 2007 في البريتش جورنال. السيديشن زي ما الدكتور عبد الرحمن في البحث بتاعه بتاع الزماله، السيديشن برضو في الحالات دي عنده ريسك، وده منشور سنه 21. الادلت كونجنتال هارت ديزيز ما فيش جايد لاينز، انما هي كلها كيس سيريز، وبيقولوا ان العيانين دول بيبقى جريتر ريسك ذان نورمال بوبوليشن، وال السيرجري ال شود بي بريسيدد باي بري اوبراتيف اسيسمنت، جود بري اوبراتيف اسيسمنت في الحالات دي، والحالات دي تتعامل في سبيشاليز سنتر اللي بتعمل فيه الكونجنتال هارت سيرجري. برغم هذا ان برضو ممكن تزيد الكومبليكيشن والريسك از ماتش هاير في الهاي ريسك بروسيديورز. اي اسئله اي استفسارات، طولت عليكم والقصه كانت تقيله شويه ومزعجه شويه، فانا في انتظار التعليقات والاسئله. شباب تسلم يا استاذ محمد، ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك الله يخليك. معلش الصوت بيقطع يا دكتور. الصوت بيقطع معلش. دكتور محمد الصوت بيقطع معلش.
مش سامعك معلش. الو ايوه دكتور محمد. لا تفضل. هو يعني عايز تلخيص للتلخيص، هو العيانين اللي هنناقش الجراح في فايدة العيان للعملية او هيستفيد، ده اللي هو عنده اكتر من 2 كاردياك ريسك والميت بتاعه اقل من 4 او ما عندناش فيزيكال اكتيفيتي بتاعته، تمام. سواء هيعمل انترميديت ريسك سيرجري او هاي ريسك سيرجري. لو هيعمل لو ريسك سيرجري زي مثلا هيعمل سنطايا مثلا، وده ليه لا، يعني نعمل له ما يروح العمليات ما فيش مشكله. طيب العيانين اللي اقل خطوره من كده شويه، اللي عندهم 1 و2 كاردياك ريسك والميث بتاعهم اقل من 4، وهيعمل ميجور او انترميديت ريسك سيرجري، ده يروح التيرشري كير سنتر. معايا دكتور عبد الرحمن؟ يعني انا جايب القصه من الاخر الاول. طيب العيانين اللي هم احسن حاله من كده شويه، العيان اللي الميت بتاعه اعلى من 4 وهيعمل ميجور سيرجري وعنده 1 او 2 كاردياك ريسك سنتر، ده تفكر انت بقى انت تعمله عندك في السكندري كير سنتر او تبعته في التيرشري كير سنتر، ده فكر فيه براحته براحتك واعمله او ما تعملوش على حسب الامكانيات اللي عندك. لو الميت بتاعه اعلى من 4 وعنده هو اسيمتوماتيك او عنده ريسك فاكتور 1، اعمله في مهما كان نوع العمليه عندك في القصه بتاعتك في مكانك. طيب المكان اللي هنعمله خواصه ايه بقى؟ لا ده ندور عليه، يعني دي مش موجوده في الجايد لاينز انما موجوده عندنا خواصه، يعني مكان انت ما تعرفش تجيب كوردرون، مكان انت ما تعرفش تجيب نيتروجليسرين، ما تعرفش تجيب ليفوفيد، ما عندكش سيرنج بامب، ما عندكش انفيوجن بامب، الاتروبين بيجي لك بعد 5 دقائق والافيدرين بيجي لك بعد 5 دقائق. معايا؟ فده فكر مرتين انك تعمل فيه اي عمليه فيها انكريزد ريسك، يعني قيم العيان على حسب الريسك اللي احنا قلناه على حسب الريسك مع ظروفك اللي موجودة عندك، قيم العيان ان تعمله او ما تعملوش. اعتقد كده واضحة شوية. يعني بالنسبة للإمرجنسي هي طوبة وترمت فوق دماغنا، هنعملها ونقعد بقى ايه نتسول النصايح من الزملاء الكارديولوجيست ومن الزملاء بتوع العناية وهكذا. يعني تسلم يا باشا. دكتور محمد عبد القادر كان معلش الصوت كده حضرتك سامعني يا باشا؟ سمعتك كده يا بيه، كده الصوت اتحسن. هو بقول لحضرتك في لما بنيجي نعمل اسسمنت للعيان في العياده بيبقى في مطلوب من يعني ادارات، يعني وخصوصا ان هم البارا ميديكال او الناس اللي هم بره حتى التخدير بيبقوا عاوزين مننا كلمه واحده يقول لك هل هو فيت ولا نور فيت ولا نطفت. ما لازم هل انا عندي الاصول ان انا اكتب العيان نطفت فوق انستيزيا؟
يعني هي في واحده من الجايد لاينز انا ما قلتهاش وذكر القصه دي بالتحديد، قالت ان مساله ان العيان يبقى كليرد فور سيرجري او نوت كليرد فور سيرجري ذيس از نونسنس، يعني قالوا كده بالنص، قالت ان يعني العيان يبقى محدش يقول العيان كليرد فور سيرجري او العيان يقول نوت كليرد فور سيرجري، لا ده هم يقولوا ان العيان ده الريسك بتاعه لو ريسك انترميديت ريسك هاي ريسك. طيب معنى كلمه هاي ريسك يعني انا هشتغل العيان هاي ريسك ان 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 الكومبليكيشن وارده في اكتر من 5% من الحالات يعني. طيب الكلام يتوصل على راي عبد الرحمن يتوصل بالبلدي كده لاهل العيان ولاداره المستشفى وللجراح اللي هم تقريبا يستووا في المعرفه، يعني نوصلها لهم ازاي؟ نوصلهم احنا عندنا خطوره قدرها 30%. 30% دي ايه؟ 30% انه ممكن يحصل له مشاكل في القلب قد تصل الى حد الوفاه. قبلين اهلا وسهلا، مش قبلين براحتكم. واحنا بنتكلم في الالكتيف. ما هو الرد دايما عندنا دايماً مشاكل من 1-5%. هتعمله ولا مش هتعمله؟ هنعمله ولكن انتوا هنعمله ولكن انتوا هتمضوا لنا على القصه دي. القصه الثانيه، احنا ما احناش تيرشري كير سنتر والعيان فولفل الكريتيريا بتاع تيرشري كير سنتر زي ما قلنا في ستيب 5 في الحكايه، فهنقول لهم لا العيان ده مش هينفع يتعمل في المركز ده، هيتعمل في مركز تاني. الحاجه اتفضل دكتور حمدي. لا تمام يا باشا، تمام انا مع حضرتك في حته المكان. المكان هيفرق، المكان هيفرق طبعا. الحاجه الاخيره بقى، العيان معرض لريسك قليل 1-5%. نقول لهم العيان ده ممكن يحصل له الانفاركشن اللي حصل له من 6 شهور ممكن يحصل له بنسبة 5%. المستشفى حتى لو ما فيهاش وحدة قلب أصلا مش فيها أسطرة تاني ما يتعملش، يعني حتى عشان أيوه عشان الريسك بالظبط كده. ده الكلام اللي احنا بنقوله. الريسك أقل من 5% أهو ما فيش مشكلة، إنما الريسك أكتر من 5% لا ده يعني، والجايد لاينز كلها مسميه اكثر من 5% سيفير. سيفير دي يعني بنتحمل مسؤوليته لو حصلت وما عرفناش العيان ان قد يحدث للعيان دي كده. فمعلش يا دكتور محمد يا عبد القادر، بعد اذن حضرتك وبعد اذن حضرات الموجودين، العيان كليرد فور سيرجري او نوت كليرد فور سيرجري دي بقت من الماضي، و هجيبها لكم واوريها لكم ان كلير اور نوت كلير دي ما هياش ابروبر تيرم يوزد فور بوست اوبرتيف بري اوبرتيف اسسمنت اوف ذيس بيشنت. تسلم يا دكتور محمد انك اثرت النقطه ديت وربنا يبارك فيك. النماذج الحكوميه المطبوعه يا دكتور محمد فيها تاكده فيت اور نوت فيت، مش من انت هنكتب بايدينا، هنكتب بايدينا يعني الريت اوف كومبليكيشن از كذا والبيشنت از اوير وخلاص. انما يعني النظام العسكري تمام يا فندم، او احنا ما احناش جاهزين يا فندم، يعني ما يمشيش في الحاجات دي. يعني بعد ما وجعنا قلبنا وقاعدين نشوف كالكوليترز ونشوف تستات ونشوف الجوريزمات ونشوف الحاجات دي كلها ونقول له اي ولا لا تمام يا فندم، ولا لا يعني القصه ما هيش كده في الوقت الحالي، ما هيش كده يعني. طب بس حته صغيره بقى، اتفضل يا بيه انت كمان بس بعد اذن حضرتك. اتفضل. اللي هو تحديد اذا كان الجراحه دي كانت ايمرجنسي ولا نوت ايمرجنسي ولا ايمرجنسي او الارث بتاعتها ديت تماما الجراح
بمعنى يعني عندنا حاجه فراكشر فيمر عنده 80 سنه وعنده هيمبليجيا كان عنده ستروك من سنتين بعد جت ثاني من اسبوع ايوه تمام علشان يعمل ايام مفصل ايوه فراح لما قلت له اشترك معايا عم في الكلام قام شايل ايديه قال لا لا انا ماليش دعوه انت حرين خدوا انتوا قرار اشتغل شلك العيال او سيبناه طيب هو معلش عشان الصوت بيقطع برضه يا دكتور محمد العيان ده العيان ده عنده كاردياك ريسك فاكتورز انا بقول لحضرتك العيان ستروك بقاله اسبوع واحد بس ستروك بقاله اسبوع والعيان جاي قاعد نمشي على ظهره هو ده العيان ده برضه بيقع تحت طائفه العيانين بتوع المالتي ديسبلينري المالتي ديسبلينري اللي هنشارك احنا والجراح والنيورولوجيست والكارديولوجيست لو في كاردياك فاكتورز وهنقول العيان ده هيستفيد اكتر ولا الريسك بتاعه هيبقى اكتر ف لو كلهم شالوا ايدهم احنا هنقول الريسك اكتر ومش هنعمل يعني دي بمنتهى البساطه يعني انما هي المفروض يتعمل مناقشه علميه بعد كده ايوه اتفضل العيان ده مش ممكن يشتكيني بعد كده دلوقتي لو هو عنده فراكشر معين يعني فراكشر نيك فيمر ده لو اتساب هيحصل افاسكولار نيكروزس او العيان هيخش في سورز وشكل يموت يجي يشتكون انا انت اللي قلت ان هو نوت فيت فور انستيزيا انا شايل كده المسؤوليه ولا لا لان الجراح شال ايده وقال لي انا ماليش دعوه انا مش انا دلوقتي قال لي انا سمكري ماليش دعوه هتقول ان انا هشتغله هشتغله هتقول مش هشتغله يروح في ده ليست هذه طريقه حوار علميه احنا هنقول يعني نسبه تعرضه لل انستيك ادفيرس افكت زي البوست اوبرتيف ستروك زي البوست اوبرتيف هارت فيلير زي دي نسبتها كام هنقول 35% طيب نسبه انه يتعرض للديس ديو تو هايبوستاتيك نمونيا والحاجات دي كلها نسبتها كام 50% يبقى هنا البنفيت احسن من الريسك يبقى احنا ننيمه دي المناقشه بينه وبين الجراح انما لو العكس العيان ده في هارت فيلير وهتبقى نسبه المورتاليتي فيه من 50% ل 100% ونسبه ان يدخل في هايبوستاتيك نيمونيا وبيت سورز والسرز ومش عارف ايه 35% يبقى الريسك اكتر من البنفيت يبقى ما يتعملش الكلام ده يبقى يتكتب وينمضي عليه دي الطريقه العلميه والمحترمه للنقاش انما اجي اقول انا كتخدير انا هخدره وانتوا اعملوا فيه اللي انتوا عايزينه بعد كده ويطلع من عندي كويس وماليش دعوه بيه دي طريقه برضو غير محترمه للنقاش زي طريقه الجراح بالظبط اللي يقول لك ايه انا سباك ولا انا سمكري ولا انا الكلام ده دي طريقه غير محترمه للنقاش هو سمكري فعلا دكتور محمد هو بيتعامل مع العين ان هو حاطط عظمه بس وخلاص ما انا بقول لك يعني للاسف الشديد والله في الجامعه جات لنا حاله والله دكتور محمد المهم دخلنا رحنا نبص على العيان لناس الناس السن بتاع دكتور محمد ده على كده أيوه. والعيان بيجيب اصلا وبيدريدم ايوه من قبل ما يتكسر من قبل امال هيعملوه ليه هو بقى لسه قال كلمنا المدرس جه قلت له دكتور الوضع كذا كذا قال لي انا اسف الحمد لله دي مش عندك دي عندنا سيدنا انا اتعامل مع النواب بتوعي قال لهم يا جماعه عيب منظرنا وحش كده مع دكاتره التخدير العين اصلا هي بليجيك وبيد ريدين وكسر انت بتعمل ايه؟ لا حول يعني ما عايزين يعني الفرق حضرتك بين جراح وجراح يعني ايوه لا انا الراجل انتوا اكلتوه ليه اصلا؟ ما يخشش اصلا يعني هو بس هو جاله ستروك يعني هو مثلا بقى ستروك وعين كان بيد ريدين كمان قبل ستروك ايوه يعني هو كان بيد ريدين هو عين وقع من على السرير اتكسر ما فيش انديكيشن للسيرجري اصلا يعني الانديكيشن الوحيده اللي الواحد يتخيلها في القصه دي ان عايزين يتعلموا فيه
بالظبط. أما المدرس قام داخل خارج قال لي احنا اسفين، انا اسف، انا اسف حمدي وما تزعلش مني حقك عليا يعني، دي مساحه فيا انا دي. وقام قال اللي خارج يا جماعه حاجزين على منظرنا مش كده يا جماعه، عيب كده يعني، يعني مش في حاجه اسمها عقل يعني. والعيان خرج والله، خرج خروج عادي وقعد في البيت عادي، بس من اي عمليه ولا ريسك ولا اي حاجه. هو الجراح اللي مع الدكتور محمد ده غالبا بيتكلم ان هو حته عظمه هيثبتها وخلاص كده يعني، هو ما فيش عقل اصلا يعني. معلش يعني للاسف احنا بنتكلم علم وبنتكلم طب، انما اللي بيحصل ده يعني خارج الله يعني. في المشربين حصل نفس الموقف برضو، الجراحين ما عرضوهوش اصلا، بس ابنه كان انسيستنج نعمل عمليه. اول ما عملنا الاقرارات وكتبنا اقرارين، اقرارين بايدينا احنا بقى يعني، ومض العين وبصنا له عليه. ايوه اول ما كتبنا الاقرار وقلب الدنيا علينا، قلب علينا المستشفى والمديريه والاداره، بقول ما كتبنا الاقرارات والوفاه ووضع 1 2 3 ومش عارف ايه، امضي يا عم على الاقرار. بعد ما قلب الدنيا علينا والمحافظه وكل حاجه قال لا مش ماضي خلاص يا محمد تنظير. اه والله المهم بعد ما خلصنا كله انا مش ماضي. فبيسال بقول له هو انت شغال؟ قال له انا شغال محامي يعني، كان هينفخنا لو جرى لو جرى حاجه للعيان. يا كلنا تعرضنا لمثل هذا، والجو الغير صحي للميديكال بيرفورمانس في مصر بيفرض علينا او يعني بيخلينا نواجه حاجات زي ديت. وهنقول ايه يعني، لا نملك الا الدعاء ربنا يكرمنا وان عندنا جو كويس احسن يعني من كده ان شاء الله. والدكتور محمد لو ما عندكش انت، لو انت حسيت ان الدنيا زنقت على حضرتك قوي والعين ده اصلا في ستروك يا باشا، انت عندك نيورو ولا ما عندكش؟ ما فيش نيورو في المستشفى، ما عنديش عين يتحول، ده لو انت عايز تقفل المجال ده خالص مثلا. ما انا قلت النيورولوجيكال دي بتبقى يعني بتبقى ضن ودوكيومنتد باي اسيرد بارتي يعني، ما لا انت ولا بالظبط. او حصل معنا حاله برضو كده، كان برضو عملنا حاجه كده في سكيميك تشينجز في البرين وبرين اتروفي ومش عارف ايه، قلنا لهم في حد نيورو، ده السي تي اللي مطلعه السي تي ايوه عايز الامراي اللي امراي نطلعه. فده يعني في حد نيورو في المستشفى قال لك لا خلاص يتحول يعني، ما تاخدهاش انت على صدرك وتبقى يعني تعمل لك الجلاله، تاخدك الجلاله وتكتب انت ان العيان عنده كذا وعنده لا كذا. هو الامراي مطلع الكلام ده وتبص، طب انت حد نيورولوجي شافه؟ لا طيب يبقى انت مش نيورولوجي في المستشفى، يتحول يا باشا ويعمل في الجامعه والحاجه في عينه نيورو هناك بعد العمليه، مالناش دعوه بيه. تمام كده، لكن الكلام معاهم والناس اكسبتنج الموضوع يعني، كان معظم اكسبتنج الموضوع. تسلم يا دكتور حمدي، انت كده بتاكد على الكلام اللي بنكرره كل مره، ان بالنسبه للنيورولوجيكال اكزامينشن واسسمنت وتريتمنت شود بي دون باي اسيرد بارتي نيورولوجيست. صح يا باشا، انت هي رقم واحد هنا السيفتي دلوقتي يعني، انت بتدور على السيفتي بتاعتك وبتاعت العيان انتوا الاثنين. بالظبط كده، بالظبط كده. عموما يعني تسلم يا دكتور محمد، ربنا يخليك ما تحرمش. عموما يعني التلخيص ان الكاردياك بيشنت امورهم في الجايد لاينز الجديده بقت يعني شالوا حاجات كتيره من اللي احنا كنا بنحطها عليهم زمان، وسهلوا الحاجات كتير وقالوا ان احنا ندخل عيانين العمليات من غير انفستيجيشنز مفصله ومن غير حاجات كتير في معظم الحالات المايلد والمودريت. انما بالنسبه لنا احنا العمليات عندنا غير العمليات عندهم، ولو قررنا نعمل كده لازم نبقى متاكدين من البرفورمانس بتاعنا في العمليات كويس والدنيا ماشيه كويس. بالنسبه للي بيذاكروا اهو قدامكم اهي الجايد لاينز الاوروبيه، الجايد لاينز الامريكيه، الفايف ستيبس الجوريزم اللي موجود، اللي او الريفايزد كاردياك اسسمنت سكيل، والثلاث حاجات او الاربع حاجات بتوع الفيتنس عارفينهم كلهم، مجرد ما نعرف نحطهم جنب بعض ونقدر نشتغل عليهم. اللي هيروح اوروبا الاربع خطوات المكان الخامسه، والجايد لاينز الاوروبيه اللي معموله سنه 22 مش فارقه كتير قوي عن الجايد لاينز الامريكيه اللي معموله سنه 2014، غير في حاجات بسيطه خالص. واعتقد ان الجايد لاينز الامريكيه الجديده على وشك انها تطلع، اول ما تطلع لو فيها اختلافات هنقول لكم ان شاء الله، وربنا يسهل ان شاء الله.
شكرا جزيلا ونشوفكم على خير ان شاء الله، واسف اذا كنت طولت عليكم. شكرا يا باشا. شكرا جزيلا.